التدريب يبدأ من الساعة 7 الصبح. أنا المغرب. المعسكر ظلينا فيه بس شهر. معسكر أبو مصعب الزرقاوي أشبال الخلافة. كنت أشوفهم يدربون عجيان على التفجير. هي جاهزة بس يركبونها ويمشون. ما وقت مو بدي ظل ماشي يقولوا تروح ظل ماشي بالسيارة المكان الفلاني تسحب الفرين اليد وتوقف. من يسحب فرين اليد تنفجر السيارة. كوباني على النظام وأكثر شيء على الجيش الحر والكراد. يفجر حاله بين الكفار يدخل الجنة. اللي درسنا شرعي ما بس ينطينا من القرآن آية مرات يقول حدث المنى ويسوف ما عارف أقرأ لأني ما عارف أقرأ. قلت نهارين من الثلاث يدربوني يعني زاد أبطل أخير ما يدربون. ما اقتنعت منه اللي يفجر حاله وعجل. حاولت أرد منهم إجازة تعطون إجازة قدرت أطلع منهم. كافة معسكرنا راحوا من الكبار وصغار حوالي 15 تفجير. الأول عجين صغار رجع يروحون على التفجير يعرفون التفجير ما يروحون ويأخذون كثير من رابع يأخذونهم فيجرون حالهم بدون ما يدرون يبون الأطفال يشربونهم حب ويخلونهم يبايعون ويركبون الدقم ويروحون فيجرون حالهم بدون ما يدرون إنه بي شيء ما ينهزمون ما يعرفون شو يريد يصير الموف كيف. في ناس ما تريد تروح يقولها بس توصل السيارة اللي هناك. بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صلي وسلم على محمد وعلى جميع المرسلين. أقول للأطفال العالم كلهم إنه أنا صرت مع داعش وظليت معهم 5 أشهر أتعذب وكثير من ربعي ماتوا قدامي. لا تروحون مع هذولا مو إسلام هذولا يضحكون على العالم يجيبونها على الجهاد هذا مو جهاد كله كذب بس يجيبونه مشان القتال بالعلامة قتال مو قتال هذا بس يجيبون الواحد يروح على التفجير فجر حاله إذا تدخل على الجنة ما بشي تهذب على الفاضي بس العناصر والقائد الكبير هم اللي يستفيدون ولا الأطفال ما يستفيدون شيء هذول جايين على الجهاد والكل طفل بالعالم انه ما يجاري فجروا حالهم وانا كرهت حالي من كل شيء وما حد اقدر اعيفهم والمسوي شيء ما جاي يجي ما حد يقوسهم من هذا الطفل. اقول كل طفل بالعالم انه ما يبايع الدولة الاسلامية ولا ينضم معاها لانه هذول كفار